ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا في فيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن هو الجزء الجديد للسلسله بتاعه جون ويك، وهو الفيلم المشتق لعالم جون ويك وهو باليرينا. انا عن نفسي قبل ما اعمل تريلر رياكشن اهو بقول لكم انا اصلا ما كنتش مهتم ان انا اعمل تريلر رياكشن للفيلم ده، بس طبعا كلنا عارفين احنا كشباب هنتفرج على الفيلم ده عشان خاطر ايه. قبل ما نبدا حلقتنا طبعا انتوا تكونوا عاملين سبسكرايب للشانل بتاعتنا، لان يا جماعه ده بجد حقيقي بيساعدنا جدا، وما تنسوش اللايك للشير والحلقه، ويلا بينا نبدا. فيلم باليرينا هو من كتابه شي هيتن ومن اخراج لين وايزمان. لين وايزمان ده بقى كان اخرج قبل كده الجزئين بتوع فيلم اندر وورلد. انا مش من محبين سلسله اندر وورلد خالص. كان عامل اندر وورلد الاولاني، وكان عامل اندر وورلد اللي هو ايفولوشن، وكان عامل برضو فيلم اللي هو Life Free or Die Hard، كان الجزء الرابع أو الخامس الرابع بتاع فيلم Die Hard. معانا أنا دي أرمس، ومعانا لانس ريديك اللي هو كان اتوفى، ومعانا إيان مكشين، ومعانا أنجلينا هاتسن، معانا كمان نورمان ريدس. أوه نورمان ريدس، حلو الكلام ده، جميل. نورمان ريدس ده يا جماعة اللي كان عامل قبل كده The Walking Dead، يعني اللي كان اسمه داريل، أنا بحبه جدا بصراحة. كان أنا بالنسبة لي كان أفضل كاركتر كان موجود في Walking Dead. وطبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاك دلوقتي لاول مره فيلم باليرينا. يلا بينا. Do you like to dance? I know a school where they teach dances. Stop the assassin. You must become the assassin. Adapt. Eve Macaro, the Ruscaroma. You have no idea what you just walked into. This isn't done until they're dead. Fate is it? How do I start doing what you do? Looks like you already have. تمام، احنا بص احنا هنحرق بقى لمؤاخذه عشان انا كده هجيب اخري، احنا هنحرق، فاحنا هنحرق. ظهور غريب جدا لجون ويك، واصلا سلسله جون ويك المفروض ان هي انتهت، يعني المفروض ان الراجل خلاص مات والشبع موت، وشفنا ان هو مات. ايه بقى اللي انا في الاخر اللي انا شفته ده بقى؟ انا مش فاهم حاجه. هل الفيلم ده بقى سيكول ولا بريكول ولا احداثه ماشيه مع احداث جون ويك؟ لان في الاول خالص انا في الاول خالص ترجمت ان كان في انا دي ارمس تقريبا اسمها ايف اف ام نوت مستيكن، كانت واقفه وشافت جون ويك وهو نازل من على السلم، فانا ترجمت، فانا قلت يمكن احداثه بتدور في نفس الوقت كان جون ويك. وبعد كده جت كام لقطه كده، وبعد كده قلت لا ازاي، يعني انا عمال اقول في مخي ده لا ازاي، وبعد كده ظهر جون ويك دلوقتي. طب ده سيكول ولا بريكول؟ انتوا لخبطتوا ابونا، يعني كفايه سيكول وبريكول واحداث وسبين اوف انا مش فاهم يعني ده ايه بقى بالظبط، يعني فهمونا بقى ده ايه. بعد التفحيص والريسيرش اللي انا عملته صراحه، لان انا يعني ما كنتش هعديها، يعني انا ما كنتش هعديها شغل بقى حلب الافلام وشغل حلب المسلسلات اللي هم بيعملوه ده. اوكي باليرينا الفيلم اللي احنا عملناه تريلر رياكشن ده، احداثه بتدور ما بين الجزء الثالث بتاع جون ويك والجزء الرابع اللي هو بارابلم اللي هو بتاع جون ويك. يعني باليرينا ده احداثه ما بين الثالث والرابع، باليرينا بقى الاحداث بتاعته بتدور في النص، لان انا بقى كنت هتنرفز، لان انا كنت افتكرت ان الفيلم ده هيبقى سيكول لجون ويك اللي هو بارابلم اللي هو كان مات فيه، فقلت ازاي الراجل ظهر ومات واصلا وخلاص، يعني الراجل شبع موت. فتمام كده ات ميك سنس، فهو احداثه بتدور ما بين الثالث والرابع، ماشي. انا عامه انا مبسوط من اللي انا شفته بصراحه، مش عشان في انا دي ارمس بقى وبتاع والحركات دي، عشان انا عارف الناس اللي هتقول انت عشان انا دي ارمس وبتاع، لا بصراحه انا شايف ان الاكشن اللي معمول فيه متكلف. انا وعجبتني فكره موضوع النار والميه اللي كانت في الاخر دي، بس حسيت ان الموضوع هاري بوتر قوي، مش عارف في نفسه يعني في حته داثلي هالوز لما كان هاري بوتر بيحارب فولدمورت في الاخر، وعاملين الوانز كده وكان بيحاول ان هو يقتله، فحسيت ان الاجواء شويه هاري بوتريه يعني، ما علينا. بس انا عجبني الاكشن اللي فيه، وحاسس ان انا دي ارمس على فكره عامله فيه شغل كويس قوي في موضوع الاكشن، مش حاسس ان الموضوع كرنجي يعني. انا مش يعني دي كانت الحاجه الوحيده اللي انا قبل ما اتفرج على التريلر قلت يا رب الفيلم ما يقلبش كرنجي، بس الحمد لله لا، مش الفيلم مش قالب كرنج،
وحاسس الموضوع هيبقى باد اس وهيبقى فيه اكشن كويس قوي في الفيلم. ف ده انا هنقدر نقول ده اوفيشال تريلر على فكره، فهندي نسبه ترقب. هو عامه مبدئيا الفيلم هينزل السنه الجايه ف 2025، ولو نزل له تريلر تاني ممكن ابقى اعمل له تريلر رياكشن. انا نسبه ترقبي للفيلم هي 7/10، يعني مش اكتر من كده ولا اقل من كده. حاسس 7/10 اتس way more than good. 7/10 انا حاسس ان هو كويس. اتمنى لو هيعملوا تريلر تاني ما يقعدوش بقى يحلبوا كل شويه يجيبوا يفضلوا يجيبوا بقى في جون ويك وبتاع. وما اعرفش بقى هل احداث الفيلم بتاعت باليرينا هل هيظهر فيها جون ويك كتير، ولا هو مجرد المشهد ده وهيبيعوا الفيلم على اساس المشهد ده، وهيفضلوا بقى يقرفونا في التريلرز اللي بعد كده هيفضلوا يخلوه يظهر. فالله اعلم. اتمنى ان كيانو ريفز يبقى موجود في احداث الفيلم، لان كده كده اصلا الفيلم احنا قلنا احداثه ما بين الثالث والرابع، فمفروض ان جون ويك يبقى موجود. فاتمنى يكون موجود بكثافه، يعني ما يبقاش موجود مثلا لقطه كده وشكرا والراجل ما بقاش موجود. اتمنى يعني، لان هيبقى فيه دويتو هيبقى جامد قوي ما بينهم هما الاثنين حاسس. دي كانت حلقتنا عن تريلر رياكشن لفيلم باليرينا. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو ثاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل التاني اسمه هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.